كلمة وتكون مفيده بالنسبه لنا كلنا. النهارده انا منورني ومشرفني فضيله الشيخ احمد ممدوح الداعيه الاسلامي. يا مساء الخيرات واهلا بيك معايا. اهلا استاذ كريم ومرحبا. اخبارك ايه كله تمام؟ الحمد لله طبعا كالعاده هنستعرض مع فضيلتك في سياق الحلقه اشكال مختلفه من العمل الصالح والاعمال اللي اتقال عليها فعلا اعمال كلها خير وبتعود بالخير على ناس كتير جدا من اهالينا اللي في امس الحاجه ان احنا نفتكرهم ويعني يبقى كتفنا في كتفهم وظهرنا في ظهرهم وحاجات زي كده، لكن في الجزء الاول هنتكلم مع الشيخ ممدوح على حاجه اعتقد ان ما فيش حد فينا يعني يخلو منها، فكره الابتلاءات وكمان هل هناك رابط ما بين الابتلاء وبين الذنب؟ وده سؤالي الاول لفضيلتك بالمناسبه، هل الانسان المبتلى احنا دايما لما بنبتلى باي شيء بنبص لها ان احنا اه ما احنا عشان مذنبين فدي يعني عقوبه لينا او عقاب، فهل الابتلاء بالضروره يكون عقاب. طيب خلينا بدايه نحمد الله سبحانه وتعالى بالله بالله. ونصلي ونسلم على خاتم انبيائه على ورسله لله. سيدنا محمد وعلى اله السرطة. وصحبه اجمعين. يمكن كثير من الناس بيخطئ في فهم ان عندما يقترن او يقرن الابتلاء او المحنه بالذنب. ودايما بعض الناس او جل الناس تقول لا ده هو عشان خاطر اذنب ذنب معين فربنا بيبتليه بالابتلاء ده. وبيغفل عننا ايه عظيمه جدا من كلام ربنا عز وجل ومن كتاب الله تبارك وتعالى ربنا بيقول ايه وليمحص الله الذين امنوا الابتلاء ده سنه كونيه ربنا سبحانه وتعالى يعني ربطها بالخلق وربطها بالبشر ولذلك تلاقي في الوان من الابتلاءات يعني الابتلاء ما بيكونش بالشر دايما ممكن يكون في ابتلاء بالخير وربنا اللي قولينا في القران ونبلوكم بالشر والخير فتنه يبقى الابتلاء ممكن يكون ابتلاء بالخير، وممكن يكون ابتلاء بالشر. وممكن يكون ابتلاء بسبب ذنب، وممكن يكون ابتلاء لرفعة الدرجات. وابسط دليل على كده الانبياء. الانبياء معصومون من ارتكاب الذنوب والمعاصي. واكثر اكثر ومع ذلك أكتلين. اكثر الناس ابتلاء. صحيح. صحيح. النبي صلى, صلى الله عليه وسلم يقول اكثر الناس بلاء الانبياء. ثم الصالحون م. ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه عشان كده بقى احنا بنقول بالتعبير الشعبي يقول لك المؤمن دايما مبتلى نعم نعم والابتلاء ده مش حقيقة الابتلاء ان ده ممكن يكون مرتبط بذنب لا ده يكون مرتبط بان ربنا سبحانه وتعالى بيرفع به درجاته ان هو يكون عنده صغائر ذنوب فربنا يكفر هذه السيئات هذه الصغائر الذنوب هل ممكن فما؟ يكون هل ممكن كمان يكون اختبار؟ نعم ما هو في حقيقة اختبار. ما ربنا يقول ونبلوكم بالشر ما هو يعني برضه ممكن نرجع الاول نفسر يعني ايه ابتلاء او يعني ايه بلاء. طبعاً طبعاً اولا ابتلاء وبلاء الاثنين في جل كلام العلماء معناهم واحد. وأصله معناهم الاختبار والامتحان. فالانسان بيمتحن ويختبر بالشيء وعدمه فربنا ممكن يعطيه الشيء فيكون إعطاؤه للشيء هو عين الابتلاء وسلب الله عز وجل منه هذه النعمة قد يكون هو عين الابتلاء أبد نبسطها شوي ممكن إنسان ربنا سبحانه وتعالى يرزقه ولد مش هنقول بقى مال ولا فتنة مال ولا الكلام ده كله فيكون ابنه اللي ربنا رزقه بيه ده هو عين الابتلاء علشان يشوف هيحسن تربيته هيعلمه هيؤدبه هيؤدي حق الله عز وجل فيه ام لا طيب يا ربنا اعطاه ولا منعه دلوقتي اعطاه اعطاه طب, أعطاه. طب منعه الله عز وجل فربنا قبض منه هذا الصفي هذا الولد فربنا لما اخذ الولد وقبض الولد واسترد رجع عاريته وديعته يبقى كان ده عين الابتلاء ولا ولا مش عين الابتلاء يبقى الابتلاء ممكن يكون بالعطاء وممكن يكون بالايه بالمنع, بالمنع او بالسلب تمام؟ طيب ده, ده الشق الاولاني من مفهوم الابتلاء، الابتلاء غير مقترن تماما بالذنوب. فالمصيبه او الابتلاء او المحنه لما بتنزل ممكن تكون لتكفير الدرجات ورفعه الدرجات وتكفير السيئات. في حال صبر المبتلى على طبعا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم ونحط تحتها مليون خط طب. يصيبه اذى من هم ولا نصب ولا حزن حتى الشوكة يشاكها وهو ماشي بيعطر في رجليه لما رجله عطرت كده فوجعته إلا كفر الله بها من خطايا فيكون الألم الشوكة اللي شوكته لما عطر وهو ماشي كفارة كفار للذنوب يبقى نشوف الابتلاء ونحطها كده قدام رحمة ربنا سبحانه وتعالى تلاقي الابتلاء ده هو عين رحمة الله عز وجل طيب أثر فعل الخير على دفع البلاء. طيب فعل الخير كان دايما يقولوا لنا كده لفعل الخير آثار تدوم. لفعل الخير آثار تدوم. آثار تدوم. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كتير جدا بتدعونا إلى الصدقة والى فعل الخير. لكن أنا هقف مع حديث معين كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا فيه إيه؟ باكروا بالصدقة. باكروا بالإيه؟ بالصدقة. بالصدقه من البكور باكره منين من البكور مم. يعني ايه يعني استعجال اخراج طبعا. الصدقه ليه باكره بالصدقه فان البلاء لا يتخطاها الصدقة. فان البلاء لا يتخطى لا الصدقة. يتخطى الصدقه يعني انت البلاء الصدقه هتبقى موجوده البلاء مش هيعجز ان هو لا الصدقه هتغلبه الصدقه هي اللي هترفع البلاء الصدقه هي اللي هتفرج الكروبات ولذلك كتير من من اهل العلم لما كان يبقى عنده محنه معينه او عنده مرض معين في فيدلونه على ايه؟ على ان يتصدق يدلونه على ايه؟ على ان يتصدق فالصدقه بس مش مجرد ان هي اجر في الاخره لا لأن الصدقة ترفع البلاء والصدقة تكون سبب في شفاء الأمراض والصدقة تكون سبب في تفريج الكروبات والصدقة تكون سبب في رفعة الدرجات لرب الأرض والسماوات فتلاقي الصدقة ده سر عجيب من أسرار دفع البلاء طب على ذكر تفريج الكروبات يعني ما جزاء من يساهم في رفع البلاء عن غيره الله والله السؤال ده حلو قوي ولما نيجي نقول واحد اه شايف واحد مبتلى فبيساعده على ان هو يرفع البلاء عنه. طب ما هو اللي بيساعده ده عنده ذنب او عنده ابتلاء فيكون اوكل نفسه الى الله عز وجل. يبقى القصه بس ده انت مجرد ان انت تسعى لقضاء حوائج الناس او تسعى لتفريج كروبات الناس ومن كان في حاجه الناس من اللي يكون في حاجته؟ رئيس ولا وزير ولا منصب معين ولا مدير في 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 عملي لا كان الله في حاجته تخيل بقى الملائكه واهل الارض والسماوات كلهم يذللوا لاجل هذا ومع هذا شكل؟ ممدوح برضه هتلاقي على الاقل فئه من الناس اللي, اللي عندهم ابتلاءات باشكال ودرجات متفاوته حتى من باب يعني في ناس بتاخد من البرطمه متنفس انجاز التعبير يعني فكره أنه هو يشتكي فكرة إن هو يعني يقول لك أنا بفضفض بس عشان أفك عن نفسي الفضفضة دي في الحالة دي هل فيها شيء من الحرمانية؟ طيب أقول لحضرتك على حاجة وقصة سريعة كده كان في راجل ظروفه على قده كده في زمان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، والصحابه ما كانوش كلهم اغنياء وكلهم عندهم يعني تجارات واموال وكذا، لا. فالراجل ده من من ضيق ذات اليد وقله ذات اليد والحاجه، فيا دوبك ملابسه كده مقطعه، هم. وما ملابس كده تنفع ان هو يخرج يصلي بيها غير هو ثوب واحد وهو وزوجته على هذه الحال فكانت زوجته تتفق معاه انت الاذان بيأذن استنى ما اصلي هل انا الثوب بقى الكامل عشان خاطر ستر العوره وستر الجسد والكلام ده كله وبعد كده ايه خد انت الرداء وروح صلي مع النبي عليه الصلاه والسلام فبدا الراجل يتاخر عن مجلس وعن الصلاه مع النبي عليه الصلاه والسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم ايه سال ايه سال الراجل انت بتتاخر ليه أو 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 العكس كان هو بيستعجل عشان زوجته كانت بتصلي متأخر بعد منه فهي لما وجدت تأخير الرجل فسألته لما تأخرت عليه فقالت والله سألني رسول الله صلى الله عليه وسلم لما العجلة؟ أنت بتصلي وتخرج بسرعة عليه فقلت يا رسول الله ليس عندنا في بيتنا غير هذا الثوب فإني أصلي معك ثم أرجع سريعا حتى تلبسه امرأتي فتصلي قبل أن يطلع الإيه؟ قبل أن تطلع الشمس. فشوف فقه المرأة والمرأة العاقلة علشان الناس بقى اللي بتبرطم الناس اللي بتنفس عن غضبها فتقول له ايه يا رجل أتشكو ربك ربك لنبيه أتشكو ربك لنبيه, أتشكو ربك لنبيه. أيوه. أيوه. يا جماعة المحن اللي احنا موجودين فيها ربنا بيقول ايه ليبلوكم أيكم إيه احسنوا عملا طبعا. مش أكثر عملا طبعا طبعا. ربنا مش عايز الجودة. يشوف مين اكتر مين واحد اكتر واحد بيصلي ولا مين اكتر واحد بيذاكر لا مين اكتر واحد عنده حسن في العمل في الصدقه في الاخلاص مع مع الله سبحانه وتعالى ان الابتلاء لما ينزل ادفع البلاء بالذي انزل بك البلاء بالله سبحانه وتعالى فاذا انزلته بالله عز وجل رفعه الله عز وجل عنه فخلي عايزين نفرج كروبتنا عايزين ننفس عن نفسنا تعالوا اقول لكم على مفتاح على مفتاحين اثنين النهارده الصلاة على سيدنا النبي عليه صلى الله عليه وسلم وكثرة الاستغفار والاثنين دول كافلين اصل انا لما اشكل حضرتك ولا لما اشكل زميلي في الشغل ولا الجاري في البيت مش هيعمل لي حاجه. مين اللي هيغير مجريات الاحداث ويغير مجريات ببقى الكون؟ الله سبحانه وتعالى المفتاح والطريق الروشته اكثر من الصلاة على النبي واكثر من الاستغفار. واكثر من فعل الخيرات واكثر طبيعة الخير. الحال نعم ده يعني ده فعل. ما احنا الموضوع ده هو ده, ده, ده الباب الواسع من فعل آه نعم. تعالوا بقى نستعرض مع حضراتكم ابتداء من دلوقتي لغايه اخر الحلقه اشكال مختلفه من العمل الصالح في الفتره الاخيره كنا لما بنتكلم عن او نقول كلمه الوقف فاحنا بنقصد بطبيعه الحال وقف النخيل ده كان لغايه فتره قريبه دلوقتي لما نقول كلمه وقف لا لازم نحدد مع الكلام على ايه نخيل ولا وقف الزيتون المبارك Double mine. عمل الخير مع مؤسسة نبض الحياة بقى أسلوب حياة، أيوه أسلوب حياة مع جمهور نبض الحياة اللي دايماً بينبض بالخير وبينبض بالعطاء، وبدأنا مع حضراتكم وكلكم عارفين بوقف النخيل الخيري، والنهارده بإذن ربنا وبفضل الله سبحانه وتعالى في الموسم الأول من زراعة وقف الزيتون المبارك. النهارده من على أرض الواقع نبض الحياة بتطور في حاجة اسمها الوقف الخيري، النهارده كل واحد فينا النهاردة يقدر يقول بكل ثقة أن نبض الحياة الرائدة الأولى في الوقف الخيري على أرض القنانة مصر شجرة مباركة في أرض مباركة وقف الزتون جنب وقف النخيل الاثنين بيكملوا بعض بفضل الله سبحانه وتعالى عشان كده يا جماعة احنا بنحب نشارك معاكم اللحظات الجميلة دي ما شاء الله ما بقاش في حد يجي في مؤسسة نبض الحياة عشان يشارك في وقف النخيل إلا ويكون ليه شجرة في وقف الزيتون نبض الحياة وفد بوعدها ببدء الزراعة في وقف الزيتون بأرض البركات بالفرفرة في محافظة الوادي الجديد وكان معانا المتبرعين عشان يشوفوا غرس أول شجر ليهم في وقف الزيتون مع مؤسسة نبض الحياة وعشان ثقة المتبرعين في نبض الحياة كان في تبرعات بأكتر من شجرة زيتون دايماً متعودين مع نبض الحياة على التنوع في أعمال الخير وخاصة في الوقف عملنا وقف النخيل الخيري وعملنا وقف الزيتون المبارك ومعانا ومعاكم دلوقتي قدام وقف الزيتون المبارك آه معاك حسن الرشيدي انا متبرع بنخيل وكمان بالزيتون ان شاء الله ست شجرات نخل... آه وانا يعني كل ثقه بمؤسسه نبض الحياه على طول هي دي في قلبي في قلبي وربنا سبحانه وتعالى يجازيكم كل خير عنا ان شاء الله انا في قمه السعاده لان الناس انا حاسس بيعملوا العمل لوجه الله هم لا يبتغون به الا وجه الله انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فبنياتكم ترزقون فربنا رزقنا متبرعين وربنا رزقهم ناس حريصين على ان امانتهم تكون في مكانها الصحيح واللي شارك في المرحله الاولى بوقف الزيتون صدقته هتحقق ربحها وخيرها خلال سنتين وعائد شجره الزيتون هيصرف في كل حملات الخير اللي بتقوم بيها نبض الحياه تكلفة شجرة الزيتون ألف جنيه والصك بزراعة خمس شجرات خمس تلاف جنيه هنيئا لكل واحد كان السباق معانا في وقف الزيتون إحنا لسه بنفتتح الأرض بخمسين فدان بفضل الله سبحانه وتعالى هيتملوا خير وبركة وهيكون معانا مرحلة تانية وثالثة ورابعة زي وقف النخيل بالظبط استمتعوا يا جماعة بالسابقين في عمل الخير اللي افتتحوا معانا أرض الزيتون مع وقف الزيتون صداقتك هتكون ممتده وخيرك هيعم غيرك اتصل على 15 740 يصلك مندوبنا. كان نما إلى علمي يا شيخ ممدوح أن الفكره دي كانت عباره عن اقتراح واللي اقترحوه عليكم المتبرعين اللي ساهموا معاكم في وقف النخيل إلى أي مدى الكلام ده مظبوط؟ والله يمكن هقول لحضرتك حاجه يمكن احنا دايما بنقول هم مش القصه مش قصه متبرع وقصه مؤسسه لا احنا في في حاجه في قاسم مشترك ما بين المتبرع وبين مؤسسه نبض الحياه عشان دايما كده لما نقول دي دولت اسره نبض الحياه دولت شركاء نبض الحياه في النجاح ما هو النجاح ده اللي, بفضل الله سبحانه وتعالى بتوصله لمؤسسة نبض الحياه مش محض بس شطاره ومجهود وفكر المؤسسه بتسعى ليه او بتبذل مجهود فيه لا ده توفيق من ربنا سبحانه وتعالى في المقام الاول ثم جهود اهل الخير اللي وثقوا في مؤسسه نبض الحياه من البدايه طب. وكانوا هم السند والعون للمؤسسه عشان توصل للي وصلت له من مشروعات وانتاجيه عمل الخير ومش كتير عليهم ان هم يقترحوا علينا ان احنا نشارك بالعمل ده ويبقى في وقف الزيتون المبارك وعلى فكره في اكتر من مقترحات بيقترحوها على مؤسسه نبض الحياه ولكن تنفيذ المقترحات ده بقى بيبقى له آلية تانية آه طبعا ودراسة جدوى آه بالظبط دراسة جدوى مدى انت يعني تفاعلية المشروع أو المقترح ده وأهميته وإنتاجيته على أرض الواقع مؤسسة نبض الحياة حتى قدامها خريطة عمل وإن <applause> أي عمل المؤسسة بتقوم به لازم يكون لا سيما في دائرة الوقف إن هو يكون داخل في دائرة الوقف الخيري اللي بيدي أكبر عائد اللي عمره اطول عمر ممكن زي مثلا وقف النخيل طبع. وزي وقف الزيتون فلما يجي يقول لنا مثلا وقف التين وقف كذا وقف كذا طبع. لازم يبقى في دراسات معينه لازم تكون في امكانيات معينه وجوده معينه في نقطه مهمه جدا على طبع. فكره طبع. طبع. والمؤسسه لازم بتراعيها وبتاخد بالها منها فكره ان احنا نعمل وقف في وقف وده اه انتاج معين وده انتاج تاني خالص ده نخيل وده زيتون لازم المهندسين والخبراء والاستشاريين الزراعيين يقولوا لنا الكلام ده ينفع ولا ما ينفعش طبع. عشان ما يأثرش بالسلب على طبع. الزراعات التانية اللي موجودة عندك طبع. فكل دي معايير المؤسسة بتسعى عليها علشان خاطر إن هي تحافظ على الوقف اللي سعت ليه من البدايه الا وهو وقف النخيل الخيري وان ما يكونش فيه اضرار ممكن تلحق بالوقف بعد كده بصراحه. انتوا في وقف النخيل كان كنتوا مقسمين ال 1000 فدان ل 250 250 صح كده؟ نعم طب في حاله بقى وقف الزيتون. والله واحنا بدانا مرحله برضه يعني تتابع اهل الخير واقتراحات اهل الخير فبدانا ب 50 فدان. هنقدر ان احنا بفضل الله سبحانه وتعالى ان احنا نخلي كل مرحله 50 واكثر؟ ان شاء الله هنقدر. اللي خلانا نزرع 250 فدان قبل كده ثم 250 ثم 250 طبعا ونستمر بعد كده بفضل الله سبحانه وتعالى في ست مراحل طب. مرحله سادسه حضرتك متخيل طب. يعني ايه مرحلة, 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 مرحله سادسه؟ مرحلة, مرحلة, مرحله سادسه من وقف النخيل الخيري ده يقول ان اهل الخير معطائين الى ابعد الحدود. وكمان فكره عبقريه قوي من ضمن تفاصيل حلاوه فكره الوقف بالشكل ده وبالكيفيه دي فكره ان الوقف طول عمره إلى حد كبير حكر على المقتدرين اللي عندهم ما يستطيعون يعني أن يوقفوه، لكن اللي على باب الله هيوقف منين؟ إيه؟ ودي ودي فلسفة جميلة حققت هنا بقى. الحمد لله ودي فلسفة جميلة كانت بتسعى لها مؤسسة نبض الحياة من أول ما بدأت في الفكرة. <applause> فكره ليه يا جماعه الوقف زي حضرتك ما تفضلت مشكورا دلوقتي ليه ما يقومش على الوقف الا اصحاب الاموال الا اصحاب الاطيان والعقارات هم اللي يقوموا على الوقف طب, طب الناس اللي على قد حالها او امكانياتها محدوده دي ما يبقاش لها نصيب في الوقف ده طيب فمن هنا جت الفكره ولذلك كان اهم ما يميز الوقف ده ان هو لا ينسب الى فرد ولا ينسب الى شخص ولا الى اشخاص وانما جمع جموع اهل الخير من مختلف الاماكن طبعاً. ومن مختلف المحافظات ومن مختلف اللهجات، ما هو اخويا اللي جاي من الصعيد بيتكلم بلكنه مختلفه عن الاسكندراني طبعاً. وعن البورسعيدي وعن اللي اسمه وعن الطنطاوي والكلام ده كله، كل اللكنات المختلفه واللهجات المختلفه وكان ده توحيد وتجسيد للمعنى الحقيقي ان احنا امه الجسد الواحد طبعاً. طبعًا اللي سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال عنها مثل المؤمنين في توادهم هو ده الود الحقيقي طبعًا وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اللي جاي من اسكندريه طب. زي اللي جاي من اسوان زي اللي جاي من سوهاج او زي جاي من دوله عربيه شقيقه وساهم معاكم وده حصل فعلا في وقف و والحمد لله احنا دايما بنحمد ربنا سبحانه وتعالى ان مصداقيه مؤسسه نبض الحياه خلاص تجاوزت اه حدود المحافظات طب. الى حدود الدول والحمد لله رب العالمين بنقول دايما المسعى ده في موازين حسنات كل انسان بيشارك امين يا رب طيب احنا هنطلع فاصل سريع ونرجع نفتح ملف اعمار المساجد خليكم حضراتكم في البداية أن مؤسسة نبض الحياة لها أربع عناوين مختلفة هيظهر قدام كل حضراتكم على الشاشة وبشكل مفصل تعالوا بقى نفتح الملف الرائع ده إعمار المساجد بكل ما فيه من فضل عظيم تعالوا نتابع التقرير ونرجع بعديها نستهد الكلام تفضلوا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. ربنا سبحانه وتعالى ارسلنا هنا في قرية البريجات مركز قوم حمادة محافظة البحيرة واحنا جايين نعمل عمل خير عاملين محطة تنقية وتحلية لقينا المحطة بجوار هذا المسجد. المسجد متوقف عن استكمال الاعمال بتاعته ليه؟ لاحتياجات كتير جدا. الناس قالوا احنا عايزين مؤسسة نبض الحياة تساعدنا في المسجد ده. أول حاجة الشكر لمؤسسة نبض الحياة المجتمعية لعمل الخير كله. وهي دائما سباجة للخير. واحنا دلوقتي شغالين في الجامع الكبير بالبرجات مساحته 713 متر، محتاج الكهرباء والسباكة والنجاة شويه من النجاشي وبعض الحاجات اللي هي المطلوبه وطبعا الجامع ده هو بقاله 200 سنه، اقدم جامع في قريه البرجات، من اول البرجات مساحتني حوالي ألف نسمه، ومساحه كبيره يعني الحمد لله، وبدانا الشغل من سنه ونص من اول الدور الاولاني لغاية وصلنا لغاية إن شاء الله للدور الثاني ومحتاجين الحياة من مؤسسة نبض الحياة إن هي تقف وتشد أذرني عشان نكمل الجامعة دي ونصلوا فيه زي الجامعة الثانية لما هم يمدوا لنا أيديهم يقولوا يا جماعة إحنا محتاجين مساعدة للتشطيبات الأخيرة عشان نفرش نحط سماعات إضاءة سباكة هنمد إيدينا ليهم ولا هنقول لهم أنتوا بدأتوا تكملوا يأبى الله إلا أن يجعل أناس في أماكن مختلفة بعيد عن قرية البرجات، بعيد عن محافظة البحيرة بأكملها إلا أن هو يكون ليهم أجر في المكان ده وليهم مساهمة في المسجد ده. المسجد الكبير في قرية البريجات مركز كوم حمادة باقي عليه حاجات بسيطة جدا باقي مشاركات ومساهمات حضراتكم تقدروا يعني في وقت بسيط جدا الناس تنعم والناس تدخل وتصلي في المسجد وربنا يكتب لكم الأجور العظيمة لكل واحد يكون سبب في أنه يسر على الناس هنا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر تأخذ درجة الإيمان شهادة أمام الله سبحانه وتعالى ليقام في تقام فيه الصلوات، ترفع يرفع فيه الاذان خمس مرات في اليوم، تقام فيه الشعائر، يت... ي... ي... فيه مكتب لتحفيظ القران الكريم، ص... النساء تصلي، الرجال يصلون، كل من ياتي الى بيت الله سبحانه وتعالى ليؤدي شعيره من الشعائر في ميزان حسناتك الى يوم القيامه. ما شاء الله احنا احنا هنا بنتكلم بقى مش على مجرد مسجد احنا بنتكلم على صرح عظيم والناس كتر خير الدنيا الحقيقه قطعت شوط كبير قوي دلوقتي المسجد ده واقف على التشطيبات على حسب ما انا فهمت والله يمكن الحقيقه زي ما قلنا وشفنا من شويه في التقرير ان هي رتوش بسيطه خالص طبع. ان تشطيبات استكمال بقى تشطيبات الكهرباء، استكمال تشطيبات السباكه، استكمال تشطيبات النقاشه، بعيد دهانات النجاره، فكل دي يعني حاجات قياسا باللي تم انجازه قليله قليله الحمد لله رب طبعا. العالمين خاصه ان النهارده تكاليف المساجد او تكاليف البناء عموما تكاليف ضخمه مؤسسه نبض الحياه سبحان الله دايما ربنا بيسوق لها او بيسوقها دايما في الخير يا رب دايما. واذا اردت ان تعرف مكانك كما كان يقول اهل الله فانظر فيما اقامك طبعا. شوف ربنا سبحانه وتعالى اقامك فين فاخواتنا واهلنا في اهل المسجد الكبير في قريه البريجات مركز كوم حماده محافظه البحيره يعني وثقوا مؤسسه نبض الحياه وقالوا يا جماعه تعالوا شاركونا العمل ده وان شاء الله ربنا يكتب ويخلف على كل انسان هيساهم في استكمال العمل ده الاجر لان النبي عليه الصلاه والسلام لما قال لنا من بنى لله مسجدا ولو كما في حصي قطاع ما كانتش القضيه قضيه البناء بس لا وحتى المشاركه في البناء طب. حتى المشاركه في اعمار المسجد المهم ان انت تهيئ المسجد ويكون صالح لاستقبال ضيوف الرحمن سبحانه وتعالى هو اللي بيصلي ده هو مش ضيف حضرتك ولا ضيفي ولا ضيف فلان لا ده ضيف ربنا سبحانه وتعالى ليه لان البيت هو بيت الله سبحانه وتعالى في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه وسيدنا النبي يقول لنا ويقص علينا هذا الحديث القدسي ان بيوتي في الارض المساجد هكذا يخبرنا ربنا تبارك وتعالى وزواري عمارها فحق على المزور ان يكرم زائره فاذا كان ربنا سبحانه وتعالى بيكرم الزائر اللي جاي لربنا سبحانه وتعالى، ما بالك ان انت سهلت له وهيات له المكان عشان يجي يقبل على الله سبحانه وتعالى. هنا ف... بقى لازم نعمل وقفه و... ونتكلم حبتين في فضل اعمار المساجد. طيب الحقيقه من عظمه الاسلام ومن قداسه الاسلام ان كل مكان يصلي فيه الناس هي ارض مقدسة. فبقت بقاع كتيرة جدا من الارض مقدسة. طبعا. ولما نعتت نعتها الله عز وجل بانها بيوت الله عز وجل. عشان كده ربنا يقول لنا في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال. يبقى اللي موجود في المسجد ده ده دولت من اللي ربنا امتدحهم ونعتهم ووصفهم بانهم رجال. ما هو رجال دي مش صفه ذكوره. لا رجال دي صفه علم عن الله سبحانه وتعالى. يبقى رجل كده في تصرفاته وفي افعاله وفي حسناته. النبي عليه الصلاه والسلام لما يقرا قول الله سبحانه وتعالى يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره والله يقبض ويبسط واليه ترجعون فتلاقي الصحابه كلهم يتسابقون الى فعل الخير تلاقي الصحابه كلهم كل واحد يعني يجتزئ انفس ما عنده افضل ما عنده ليقدمه لله عز وجل دولت خل كانت الدنيا في ايديهم ولم تكن في قلوبهم طبعا وفي فرق مهم جدا بين ان الدنيا تكون في ايد الانسان وان الدنيا تكون في قلبه طبعا لما الدنيا تكون في ايد الانسان هتكون قريبه من البذل طبعا ومن العطاء طبعا ومن الانفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى اما لما الدنيا بتكون في قلب الانسان وهو بيطلع الجنيه هتلاقي كده ايه روحه بتطلع معاه طبعا طبعا بيحصل ولا ما بيحصلش بيحصل جدا فتلاقي واحد جاي حد بي 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 <applause> بيساله مثلا الصدقه فتلاقيه داخل راح جاي جايب له مبلغ محترم واداهوله وتلاقي واحد شايف الحاله بتموت قدامه وبتتقطع وفي ظروف يعني صعبه جدا وهو بيراود نفسه يدخل ايد ولا يطلع حاجه ولا ما يطلعش وبعدين يعد كده يا اخوانا العلاقه مع ربنا سبحانه وتعالى مش كده خالص ده كل اللي انت فيه من النعيم ده هو محض فضل من ربنا سبحانه وتعالى طبعا طبع. فلما ربنا يندبنا الى اعمار بيت من بيوتي لازم نشارك ونقول انا خلي لي بصمه في المسجد ده وخل لي بصمه كمان في المسجد ده وخل لي بصمه في المسجد الثالث والرابع والعاشر لو استطعت ان تبذل في ألف مسجد فافعل شوف ممدوح انت اكيد عدت عليك يعني كميات وافره من الناس اللي كان ليها مساهمات في اعمار المساجد هفترض ان منهم على الاقل واحد انت قابلته مره على الاقل بعد ما تبرع بعد ما ساهم في بناء مسجد هل جات لك فرصة ان الناس دول يحكوا لك ايه اللي استجد في حياتهم بعد ما عملوا الشكل ده تحديدا من أشكال العمل الصالح طيب خليني اقول لحضرتك وبكل صدق في محبين لبناء المساجد الله. وفي ناس حياتهم كلها قيمة على بناء المساجد عشان عارف اهمية بناء المسجد عارف ان اللي مش هيقدر يحصيه بعمله هيحصيه بأعمال الآخرين طب. الحسنات اللي مش هيقدر ياخدها طب. بمجهوده هياخدها بمجهود الاخرين بمجرد ان هو هيئ لهم بالضبط دون ان ينقص من اجورهم شيئا طب. بمجرد بس ان هو هيئ المكان عشان هم يصلوا فجبر كسره وجبر ما نقص منه باعمال اخرين فتلاقيهم ودايما والله العظيم يا استاذ كريم في ناس كده ما كانتش بتنام الليل طول الليل يعني طول النهار واقفه ومن بعد المغرب والعشاء تلف كده على البيوت علشان خاطر تسعد ان هي تقول ايه تقول الاستاذ كريم احنا بنبني المسجد والله والله لازم تجيب وتعزم عليه وهي على يقين ان هو هيجبرها ومش هيخيب ظنها والله العظيم ظنكم ظن ربنا سبحانه وتعالى فيكم اكبر واعظم ان السعي ده كل خطوه الانسان بيسعاها كل كلمه الواحد بيقولها كل يعني دعاء ان انت تيجي تشارك ده عند ربنا ما يضيعش هباء فلما نلاقي مسجد زي ده والله يا فرحة الإنسان ويا ساعده ويا هناء اللي يشوف أو يكون سبب في أن المسجد ده يبقى مفروش طب وإن يكون على أفضل شكل في الإضاءة والتشطيبات والنقاشة وأن الناس تدخل تصلي ما هو المسجد لما بيكون مش شطب كويس الناس بتخش بأريحية تبقى قاعدة في المسجد مش عايزة تخرج طب ده على فكرة الاعتبارات دي مهمة الاعتبارات دي عند ربنا سبحانه وتعالى عظيمة أنا مش بقول لك شطب تشطيبات معينه وبالغ في التكاليف وانت عمال تلم من الناس تبرعات عشان تشطب المسجد، لا ده ما ينفعش. ده لا يجوز في بيت ربنا سبحانه وتعالى، ولكن الامر القدر المعتدل، القدر اللي تستحسن وجود الناس في المسجد، اللي الناس تتعاظم وتتوافد على هذا المسجد فربنا سبحانه وتعالى يكتب الاجر لالاف البشر ممكن ما يعرفوش مكان المسجد صحيح. ده. صحيح، آه والله صحيح عندك طيب خلونا نشوف كمان تقرير عن إعمار المساجد ونرجع نكمل الكلام. الله أكبر الله, الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بيوت الله في الأرض المساجد، نبنيها لكل راكع وساجد. النهارده بكلم حضراتكم بفضل الله عز وجل من العزبة البيضاء التابعة لمركز قطور محافظة الغربية بعد ما مؤسسة نبض الحياة سمعت نداءات كتيرة جدا أن احنا نيجي نتم المسجد الوحيد في العزبة نتم معهم التشطيبات بفضل الله عز وجل عشان يبدو في أحلى شكل وأبهى منظر مسجد يشاد ويقام على اعلاء كلمه الله رب العالمين، مسجد بتمهده للركع السجود علشان يصلوا فيه يبقى فوز حميد وفوز سعيد وفوز مبارك عند الله تبارك وتعالى. علشان كده نبض الحياه بتقول كل واحد فينا اقرا الايه دي بتمعن يومئذ تحدث اخبارها يا ترى حضرتك المكان اللي احنا واقفين فيه ده في العزبه البيضاء مركز أطور وانت حضرتك من اقصى الارض من مكان تاني المكان ده يا ترى هيشهد لك ولا لا ايد على ايد بتساعد وان شاء الله هم بداوا وقالوا يا عم ابدا وربنا هيسهلها واحنا بنقول اعلنا وربنا هيسهلها وافتكر دايما ان المساجد مفاتيح خير لكل الناس ربنا سبحانه وتعالى اذن لهذه البيوت ان تقام فالاذن اتى من الله يعني المسجد هينبني هينبني بس السعيد مين مين اللي ربنا راضي عليه اللي هيحط فيه طوبه اللي هيحط فيه لمسه اهلنا بنوا المسجد هنا بس ما قدروش يكملوه فبقت فرصه لكل واحد يشارك معانا في اتمام المسجد ده سواء بمحاره بنجاره بسيراميك بكهرباء بادوات صوت اي حاجه تقدر تشارك بيها هنا اكيد هيبقى ليك نصيب من الخير ده وتدخل في دائره عمار المساجد اللي ربنا سبحانه وتعالى مدحهم ووصفهم بأفضل الصفات إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر هل أنت منهم؟ الفرصة موجودة قدام حضرتك اتصل ب 15740 واحجز لك مقعد بإذن الله تبارك وتعالى على الفلاح دلوقتي يا شباب مدوح الناس اللي قلوبها معلقه بالمساجد وتحديدا معلقه بالمساهمه والمساعده في اعمار المساجد هل دي التفصيله دي لوحدها فيها دلاله ما او اشاره ما عن رضا ربنا سبحانه وتعالى عن هذا العبد لا شك طبعا ان ده علامات لتوفيق الانسان وتوفيق هذا العبد امام الله سبحانه وتعالى لان من علامات التوفيق ان ربنا سبحانه وتعالى يصرف الانسان الى وجوه ما يرضيه الى وجه من وجوه الطاعه طيب احنا دايما نقول بيوت الله عز وجل في الارض المساجد. قبل لما الانسان قلبه ينصرف الى ان يشارك في بيت من بيوت الله عز وجل. يبقى دي علامه ولا مش علامه على ان ربنا سبحانه وتعالى يرضى عن عبده هذا الفعل علامه فهم. جدا طب الى جانب الاجر والثواب هل في نعم. هذا العمل شيء من الكفاره للذنوب؟ لا شك طبعا. اي عمل صالح خدها قاعده. اي عمل صالح من مكفرات الذنوب. بس لازم الواحد ينتوي وهو بيعمل هو بصدد عمل العمل الصالح ولا مش شرط لا يشترط النيه في هذا الأمر حلو وده من كمال رحمه ربنا سبحانه وتعالى ومن عظيم فضل الله سبحانه وتعالى على الانسان ان الاعمال الصالحه ربنا يقول ايه ان الحسنات يذهبن السيئات يبقى من مكفرات الذنوب ولا مش مكفره الاعمال الصالحه ايه حسنات يذهبن السيئات يبقى يبقى تكفر السيئات ولا لا؟ جداً. ربنا سبحانه وتعالى في ايات كثيرة جدا يامرنا ان احنا ناتي بهذه الايه الحسنات اتبع سيدنا النبي يقول اتبع السيئه الحسنه تمحوها مم. يبقى مكفره للذنب ولا مش مكفره للذنب اتبع السيئه الحسنه بغض يعني النظر عملت عن هول السيئة؟, السيئه وقله او رقه الحسنه طيب في فرق بين السيئات في فرق بين الصغائر والكبائر صغائر الذنوب تكفرها الاعمال الصالحه كبائر الذنوب لا بد لها من توبه خلاص صغائر الذنوب تكفرها الاعمال الصالحه اتبع السيئه الحسنه أخوة. تمحوها فانا دلوقتي وانا ماشي يعني ايه القيت الطرف في امر معين مما يغضب الله سبحانه وتعالى او ذل لساني بكلمه مثلا مما يغضب م. الله سبحانه وتعالى فاجي اعمل وشارك بعمل صالح اشارك في بناء مسجد اشارك في اطعام انسان محتاج او شيء من هذا القبيل فالحسنه اللي موجوده دي تغلب هذه السيئه فتمحو هذه السيئه م. لذلك هي بمثابه الممحاه اللي بتمحو الذنوب وتمحو الاثام فلما تمحو الاثام ربنا سبحانه وتعالى بقى ايه؟ بكمال فضلي وكمال عطائي ما يدلكش بقى خلاص انت مسحت السيئات كفايه عليك كده، لا ربنا يبدل لك السيئات كمان حسنات، يعني شوف انت كان عندك رصيد قدم السيئات؟ طب تعالى ده انا هخليهم لك حسنات، فيجي الانسان يلقى الله عز وجل يوم القيامه بصحيفه اعمال مستغرب هو هو وصل للاعمال دي ازاي؟ وافضل من هذا بقى كمان هو يتمم هذا الاجر ان الانسان ابنه يعني يستعمل كل ما في مرضاته لايه في في الاعمال الصالحه فيجي يكون كل عمل صالح ده في موازين حسنات ابوه شفت ما ابائنا لهم حقوق علينا طبعه. طبعه. زي ما بيدعي الأبو بيعمل عمل صالح لابيه ويصنع عمل صالح لامه ومن له حق عليه والانسان لما يرتقي في الجنه ويسال ربنا يقول له يا رب انا لي هذا فربنا يقول للعبد باستغفار ولدك لك كان دايما يدعي لك كان دايما يتصدق عنك كان دايما يفعل الخير وينتوي لك الاجر ما هو ده ما يروحش عند ربنا سبحانه وتعالى سدى ابدا طبعا ونعم بالله فده دي كلها كل اللي احنا قلناه ده يعني حري بالمؤمن ان يسارع في ان يشارك في هذه الاعمال الطيبه لان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي امرنا بكده ربنا امرنا ان احنا نسارع ايوه ربنا قال لنا ايه فاستبقوا الخيرات طبع طبع فاستبقوا إيه الخيرات, الخيرات يبقى ده خير جاي لك ولا مش خير جاي لك؟ خير, جداً خير جداً جاي لك والخير ده عائد عليك في الدنيا قبل الاخره. فتلاقي مردود على حياه الانسان وعلى نفس الانسان وعلى سكنته واهل بيته واستقرار الاسره وهذه السكينه انما هي نبع ونتاج الاعمال الصالحه. مردودها في الدنيا قبل الاخره فضلا عما اعده الله عز وجل من جزاء عظيم لعمار المساجد من بنى لله مسجدا ولم مفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنه طب شارك في بني في بيتين من بيوت الله طب في ثلاثه طب في عشر بيوت من بيوت ربنا سبحانه وتعالى يبقى جزاؤه عند ربنا قد ايه لا يحصى ولا يعد صحيح كالعاده في المبادره دي زي بقيه المبادرات والحملات ما فيش حد ادنى للمساهمه وده جمال المبادره لما تقول حد حد مثلا في سقف معين فانت بتعجز الانسان عن أنه هو يشارك طبعاً. طب ليه تقول له مثلا ف... طب هو عايز يشارك باكتر من كده مم. يبقى انت برضو احبطت من طب. من قدر العمل طب. اللي هو عايز يعمل بيه اما تقول له مثلا انا عندي السهم مثلا تكلفته 10000 جنيه او السهم تكلفته 20000 جنيه فيقول لك طب يا اخي طب لا تحجر وساعدنا. ده انا كنت هشارك أيوة ب100 ده انا كنت هشارك ب طب في واحد عايز يشارك بألف بس وهو معهوش غيره فتقول له مفيش حد ادنى للمشاركه لان احنا هدفنا استكمال العمل وهدفنا ايضا ان انت بنظر الله سبحانه وتعالى لك لان ربنا بينظر الى القلوب طبعًا ان الالف ده ممكن يسبق مليون صحيح ان المليون ده ممكن يكون عند ربنا سبحانه وتعالى ربنا يضعفه اضعافا كثيره فما فيش سقف ولا في حد ادنى للتبرع في بناء المساجد بفضل الله سبحانه عظيم <applause> تعالوا بقى نطلع اخر فاصل في الحلقه ونرجع نفتح اخر ملف في الحلقه مع ضيفنا اللي منورنا يا اهلا بكل حضراتكم من جديد خلوني افكركم كمان مره بعناوين مؤسسه نبض الحياه وهتظهر حالا على الشاشه قدام كل حضراتكم وبشكل مفصل تعالوا بقى نتكلم شويه عن سقي الماء وسقي الماء واخد اكتر من شكل في مؤسسه نبض الحياه طب احنا النهارده هنتكلم عن أي شكل تابعوا معانا النهارده في حمله سقي الماء مع مؤسسه نبض الحياه وبخاصه حفر تجميع مياه الامطار بعت هديه جميله جدا جدا هو مين بقى الله اعلم هو فعل خير انا ما والله ولكن هو بعت ما يدل عليه وما يدل على المحبه والوفاء والبر بوالده ووالدته وبزوجته. مستمرين بفضل الله سبحانه وتعالى ثم جهودكم وحرصكم الدائم على ان حضراتكم تغرسوا هنا الخير وتغرسوا السعاده وتغرسوا الفرحه والابتسامه على قلوب الناس هنا تيسروا وتخففوا احمال واعباء الناس هنا بشكل كبير في 2023 وصلنا على مسيره سنوات بفضل الله سبحانه وتعالى لاكثر من 1100 بير 1100 بير من اهل الخير كان لهم نصيب من المشاركات دينا، بندعي ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يبارك في جهود كل واحد وكل امراه كان لها نصيب من الخير ويجعل الخير ده بوابه لكم في طريقكم الى الجنه. وبكلم حضراتكم من بير تجميعيه لمياه الامطار، وبير تجميعيه لاهل الخير لآل زكي، ربنا يجعل هذا العمل شاهدا لهم لا عليهم، وان يسقيهم بيد حبيبنا صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا يظمأون بعدها أبدا. وأن لا يجعلهم من أهل التفريط والإضاعة، وأن يؤمنهم الخوف يوم تقوم الساعة، وأن لا يحرمهم من حبيبنا الشفاعة، وأن يجعل هذا العمل لهم أحسن البضاعة. جاء في الأثر أن الله تبارك وتعالى يقول: إذا باركت فليس لبركتي منتهى، وعشان تنال بركة ربنا سبحانه وتعالى لابد أن تحسن السيرة إلى الله عز وجل. وأجمل السير أن تقدم لنفسك عمل صالح ينفعك يوم التلاخل. كل اللحظة حضراتكم طيبين ومتصدقين منتظرين تكملة ومواصلة الإنجازات مع مؤسسة نبض الحياة على 15 740 دمتم طيبين بداية كده عايزين نعرف الناس ليه الأهالينا اللي عايشين في صحراء مطروحة وصحراء براني ما ينفع لهمش في ملف المية غير النوع ده من الآبار طيب أسأل حضرتك سؤال تفضل ليه احنا النهارده مثلا هنا احنا عايشين في القاهره او الجيزه او اسكندريه الغربيه اي المحافظات دي بنقول يا جماعه ليه احنا ما بنحفرش ابار تجميعيه لمياه الامطار عشان عندنا بدائل بالظبط الاجابه بتاع حضرتك دي هي الاجابه اللي انا ممكن اقولها ان مفيش بديل حقيقي للميه هناك غير الابار التجميعيه لمياه الامطار <applause> كل البدائل المتوفره بالنسبه لنا سواء من طريق وصلات ميه سواء من محطات معالجه وتنقيه سواء من ابار مثلا ارتوازيه اللي احنا كنا بننفذها قبل كده دي مش موجوده هناك وما نقدرش ان احنا ننفذها هناك حاولنا في مره ان احنا نعمل محطات كبيره محطات زي محطات معالجه اللي احنا بننفذها وبدل ما نعمل بير واثنين وثلاثه طب احنا نعمل وحده في مكان معين والقريه تيجي تتوافد وتملى من الـ من الـ من المحطات دي. فلقينا المهندسين المتخصصين قال لك لا ده نسبه الملوحه للميه الجوفيه هنا حوالي اكثر من 25000 جزء. م. اللي هي نسبه ملوحه البحر نفسه 30 الف 30000 جزء. يعني, زيها زي يعني البحر. هي مقاربه جدا او تكاد تكون ميه بحر. فانا عشان انقي الميه دي من الاملاح ازاي؟ ما فيش عندي امكانيات معينه ان هي تقدر تنقي الميه دي من الاملاح، عايزه مشاريع عملاقه ومشاريع ضخمه عشان تدخل في مراحل ايه؟ في مراحل مش مجرد محطه مش مجرد يعني. مش مجرد محطه. فكان البديل اللي هم اعتدوه من مئات السنين بل من الاف السنين اللي هم عايشين عليه لغايه النهارده الا وهي ميه السماء، ميه المطر. ورحمه ربنا سبحانه وتعالى واسعه. احنا الموسم المطر بالنسبه لنا بيقعد شهرين ثلاثه وممكن الدنيا تمطر عندنا مرتين ثلاثه في الموسم. طبعا. لكن كرم ربنا على الناس هناك، ما هو ربنا خلق الخلق. ربنا لما خلقهم ضمن سبحانه وتعالى لهم الارزاق. صحيح. طبعا. ربنا ضامن لكل واحد رزقه. طبعا. هياكل ايه وهيشرب ايه وقوته طبعا. موجود. فبقت الميه بتنزل عندهم معظم شهور السنه. وبقى الميه عندهم تعتبر بمثابة سيل لما بينزل بيغمر الأرض والأرض تنجرف معاه لغاية أما يملأ البير يعني ممكن يعني مطرة واحدة بس كده تنزل تملى البير وتخيل بقى ان هو شايف المطرة دي كلها رايح على الارض رايح على, على الارض وما عندوش طبع. بير يخزن فيه الميه طبعا حسره اكيد ما بعدها والله بنفس اللفظ منهم بتبقى عندهم حسره بيقول انا لما بفقد الميه كده وتتخلل في وسط الصحراء وما اقدرش احافظ عليها كان انا فقدت ولد من ولادي طبعا شفت ليه؟ طبع. لان هي دي حياته فكان البديل الوحيد اللي مؤسسة نبض الحياة تقدر تقدمه مساعدة ومساندة لإخواتنا وأهلنا هناك في صحراء براني، مطروح، السلوم، النجيلة، كل المنطقة دي كلها على امتدادها وعمقها ألا وهي إن إحنا نساعدهم في توسيع رقعة الآبار، نقدر ننفذ أكبر عدد ممكن من الآبار التجميعية لمياه الأمطار. والحقيقه يمكن احنا من 2019 لغايه 2023 الحمد لله مؤسسه نبض الحياه يعني ما فيش موسم ما فيش شهر في السنه الا لما في ابار بتتنفذ جميل خدت بال حضرتك ولكن الابار دي هل هي كافيه ولا لا عدد السكان بيزيد عدد الابناء بتزيد احتياجهم من الميه بيزيد فمحتاجين على قدر التعداد ده على قدر الزياده دي يكون في كمان زياده في عدد الابار لان الابار اللي بيتم تنفيذها مش كافيه للناس اللي عايشه هناك يعني يعني ان انتم كمؤسسه نبض الحياه لوحدكم عاملين فوق ال 1400 بير مثلا غير الابار اللي حفرتها مؤسسات اخرى للمجتمع المدني برضه هناك حاجه للمزيد ده لا شك ليه بقى حضرتك ليه في احتياج للمزيد لان انت في حوشه سكنيه الحوشه السكنيه دي فيها مثلا 10 بيوت او فيها 15 بيت على اقل تقدير كل بيت من الحوشه السكنيه دي محتاج بير على اقل تقدير عشان يقدر ان هو يغطي احتياجه 7 8 شهور 9 شهور 10 شهور بالكثير لما يبقى عنده فاصل كده شهر ولا شهرين يقدر يعني يمشي اموره ويجيب مثلا الفنطاس بتاع الميه وال... آه خدت بال حضرتك يفضيه عنده ظروف الناس هناك صعبه طبعا لما تيجي تسال واحد تقول له ايه تقول له دايما احنا لما بنروح هناك بنبقى حريصين على ان احنا نشرب من ميه البير مم. فبندور على الابار كمان اللي هي المستخدمه قبل كده عشان نشرب منها لان معروف ان فيها ميه مطر فمره واحد قال لنا لا ما تشربوش من البير دي ليه ليه قال اصل دي مش ميه سما طب آه. مش ميه سما طب ميه ايوه <applause> طب انت طب ما الشركات متوفره فقال لي المشكله مش ان هي متوفره المشكله انا معايا فلوس اجيبها ولا لا العربيه دي عشان تيجي تفضي العربيه دي عنده بتاخد 3000 جنيه طب هو على الله حكايته زي ما بيقولوا كده هيجيب منين ال 3000 جنيه فلذلك المال الواحدة المال والوحده اه العربيه بتفضيها ب 3000 جنيه هتبقى حضرتك فصعب جدا لذلك ده رقم تعجيزي بالنسبه لطبيعه بالنسبه للناس اللي هناك لذلك انا هقول لحضرتك احنا عاده لو الكوبايه دي فيها ميه واحنا شربنا وباقي شويه في الميه بعمل ايه؟ بكبهم كده مش كده؟ لا منفعش هناك ما ينفعش هناك لو باقي شويه ميه في الكوبايه او في الجركن اللي, اللي بينزلوا كده ويطلعوا يروح جاي مفضيهم في البير تاني طبعًا. ليه عارف قيمه الميه لحق. عارف قيمه الميه عارف المية ان هو هيحتاجها تاني طبعا. لذلك اقتصاد في الميه والتعاون معاها بحرص شديد لان عارف ان هي هو ده اللي فاهم قوي معنى ان الميه نقطه حياه. حلو، البير من دول بيتحفر في وقت قد ايه وتكلفته قد ايه؟ طيب البير بتكلفته ألف جنيه. م. مده حفر البير بتتراوح من شهرين آه، 60 يوم ممكن يزيد قليلا ولكن طبعا ده بيتوقف على نقطه تانية هل هي دي مده التنفيذ للبير ولا مده التجميع؟ <applause> ليه؟ لأن إحنا ما بننفذش بير لوحده بس. ما بننفذش بير بير. <applause> ليه؟ لو أنا نفذت بير أنا معايا بير أو اتنين أو ثلاثة صعب جدا التنفيذ. والتكلفة غير, غير بقى غير <applause> الزيارات عشان خاطر تروح إحنا في مندوب ومسؤول من المؤسسة بيتابع كل بير أثناء التنفيذ وقبل التنفيذ بيعمل استكشاف ومعاينة للأماكن اللي بيتم التنفيذ فيها كل ده قبل مراحل التسليم. واللي احنا بنشوفه من التقارير ده نموذج مصغر من طب الابار طب اللي موجوده، يعني احنا بنعرض بس نموذج كده عشان حضراتكم تشوفوا الطبيعه الصحراويه اللي اخواتنا عايشين فيها، وتشوفوا شكل الابار عامل ازاي، وتشوفوا فرحه الناس لما ربنا سبحانه وتعالى بيبعت لهم من اهل الخير اللي ينفذ لهم بير. فاحنا بنقول الحمد لله رب العالمين يعني احنا موسم المطر خلاص احنا بقينا في قلب موسم آه المطر طب بالنسبه طب لهم، الميه لسه الدنيا وما مطرتش عندنا مم. ولكن هناك المطره شغاله بقالها شهور ويعني صعب قوي ان هم يعني نحس بيهم وان الميه بتتفلت منهم وان احنا ما نقدرش ان احنا ننفذ ابار، فنقول يا جماعه ده عز الوقت ان احنا نساعد ونساهم على قد ما نقدر. والله العظيم ربنا سبحانه وتعالى مش هقول ربنا هيسال لا كلنا عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى هيسالنا ولكن لما الانسان يكون في ايده ان هو يساعد انسان ويتاخر عن عن مساعدته اكيد هيبقى موقفه صعب جدا قدام ربنا سبحانه وتعالى برضو عشان نعرف الناس المعلومة دي ونثبت ونأكد عليها كالعادة ما فيش حد أدنى للتبرعات يعني لو حد حابب يساهم في حفر بير ومعوش ال وعشرين الف جنيه هو 200 جنيه منه يعمل ايه <applause> والله هو, هو هو ده شعار مؤسسه نبض الحياه احنا دايما بنقول يا جماعه احنا بنقول التكلفه بتاع العمل ده كذا تكلفه البير 25000 الف جنيه ما تكلفه النخله 5000 جنيه تكلفه وسط الميه 5000 جنيه وهكذا مش معنى ان احنا بنقول التكلفه كذا يبقى انت لازم تشارك بالمبلغ في فرق ما بين ان احنا بنقول التكلفه بتاع العمل ده كذا وفي فرق ان انا اقول لك لا ده لازم تشارك بالمبلغ التكلفه دي عشان اوضح لحضرتك لو حضرتك حابب تتكفل ببئر كامل يبقى جزاك الله خيرا وربنا يجعله في ميزان حسناتك طيب مفيش القدره على العمل ده يبقى شارك باللي تقدر عليه، أي مشاركة من المشاركات دي هتفرق في حياة الناس دي بفضل الله سبحانه وتعالى صح. ونقدر كمان على فكرة في ناس كتير والله العظيم الناس أهل الخير دولت الواحد بيعجب من, من تصرفاتهم يقول لك أنا, أنا مش هخلي حد يشاركني العمل ده أنا ممكن أنا هشارك العمل بس أنتوا ادونا يعني أريحية شوية إن إحنا ممكن مثلا معايا مبلغ اه معايا مبلغ أشارك بالمبلغ وبعد مثلا شهر أو اتنين هشارك بمبلغ تاني فبنقول له دايما احتفظ بالإيصالات لما تحب إن أنت هتعمل البير بس هتجزأ التبرع بتاعك على شهرين تلاتة أربعة احتفظ دايما بالاصالات عشان في نهاية اخر ايصال هيتعمل سك لحضرتك بالمبلغ كلاته وباسم البير واللوحه الرخاميه اللي حضرتك حابب تكتب عليها اسمك او اسم فعل الخير اللي بيشارك بالعمل ده فاهل الخير دايما بفضل الله سبحانه وتعالى موجودين واحنا واثقين فيهم وان شاء الله رب العالمين في مزيد من الخير طول ما اهل الخير موجودين والخير في امه سيدنا النبي لا ينقطع ابدا ان شاء الله عميزة. رب العالمين انا بشكرك على وجودك معنا النهارده جزيل الشكر نورتنا كالعاده حضرتك والشكر موصول لمشاهدي قناه النهار في كل مكان على حسن المتابعه وباذن الرحمن يتجدد